الآن أثناء كلمة عائلة الشهيد إيهاب الوزني قمع لثوار كربلاء. قمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اليوم في أول حلقة لدينا في هذا العيد من برنامج صوتكم نتحدث حقيقة عن موضوع الآن يشغل الشارع العراقي وكثير أو أغلب العراقيين، ربما جميع العراقيين حتى اليوم في داخل العراق، بخصوص قضية حظر التجوال والأزمة التي تمثلها هذه الخطوات الحكومية خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. اليوم هناك رفض يعني كما نرى بداخل العراق بشريحة من قبل شريحة كبيرة حقيقة من العراقيين لهذا القرار، قرار حظر التجوال، يعتبره الكثيرون أنه قرار غير صحيح أن يطبق في العراق في ظل كل السلبيات المحيطة التي لا تساعد على تطبيق هكذا قرارات. في المقابل لا، هناك شريحة أيضا ليست قليلة من المجتمع العراقي تخشى على حياتها، تنظر لفيروس كورونا وتأثيراته بنظرة جدية خاصة في ظل الوفيات المرتفعة التي نراها اليوم، أعداد الإصابات الكبيرة في العراق، وبالتالي ترى بأن هذا الموضوع لا يجب أن يكون هناك وقفة من العراقيين وتحمل وصبر ومحاولة أن يتماشوا مع الأوضاع ويتحملوا هذا الحظر لأنه لمصلحتهم. في الحالتين هناك حقيقة آراء متضاربة، ونحن اليوم في حلقتنا لهذا اليوم نطرح سؤال لجميع المشاركين والمشاهدين الكرام، نتمنى منهم أن يجيبوا عليه وإن كانت لديهم قضايا جانبية، لكن لابد أن يشاركوا بوجهة نظرهم. هل أنت مع أم ضد حظر التجوال المفروض في العراق؟ خاصة اليوم أنه الحكومة قررت أنه تغير من شكل حظر التجوال من العام والشامل إلى الجزئي، خاصة في طبعا بعد العيد أو يبلش يبدأ من اليوم أو البارحة، أنه من الساعة 9 مساء يبدأ حظر التجوال. هناك انتقادات كبيرة لهذه الخطوات من داخل السلطة، وهناك اعتراض من المواطنين، وهناك من يؤيد هذه الخطوات بأنه الوضع في العراق يجب أن يكون وفق معايير وتدابير سلامة. لكن هل ما تتخذه الحكومة هي تدابير وخطوات صحيحة أصلا في هذا الموضوع؟ عندنا مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، كانت الحكومة قد فرضت حظر شامل لمدة 10 أيام، تراجعت طبعا عن هذا القرار. خلينا نشوف بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد تظاهرات رافضة لهذا القرار ورافضة أصلا لحظر التجوال في العراق، خلينا نشوف. شفتوا مشاهدينا الكرام طبعا انتقادات وهجوم من قبل المتظاهرين، ناس كثيرة بالعراق اليوم خاصة شريحة الفقراء متضررين، التجار متضررين، هناك ضرر كبير وقع على العراقيين نتيجة حظر التجوال. حيجي واحد ويقول انه هذا الموضوع عالمي، نعم، لكن دول العالم المحيطة بنا، الدول الرصينة، اعتمدت آليات وسياسات معينة لمساعدة الناس على تحمل هذه الظروف الصعبة. في العراق الموضوع مختلف. نسمع رأي السيد محمود من الموصل، أول اتصال ويانا، حياك الله محمود. سيد محمود. نعم. تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حظر التجوال هذا راح مع بن شال. احنا ما يصير عندنا حظر التجوال هذا، ونقرض ونقرض ونقرض.
هسه احنا نريد ان نغرض اسرائيل. اخير من ما قاعد يبوقون وينهبون يقتلون بالمستشفيات يقتلون بالمواطنين، خلينا نروح نقتل اسرائيل حتى هو بالمواطنين. احنا حضر الجوال هذا عندنا ما يمشي. ليش؟ ليش ما يمشي؟ لا غرضنا طبعا سيد محمود انا صوتك 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 مو واضح وما افهم عليك كل شيء. طبعا ما نقر ممنوع التجوال، احنا ما من ما ممنوع التجوال اي ما نعترف به. هسه نعترف بفلسطين اخير من ما يبوقون. نعم اخير من ما يبوقون على الكراسي السجناء اللي منومين احد اذا تروح تستنشد فلسطين. هذه وجهه هذه بجهة إذا صحت تستجد غادي فلسطين بجهة بتكارين على الكراسي وتجلصون على الجيفات على النفط وتجلصون على المستشفي وعلى المظاهرين. يعني أنت سيد محمود سيد محمود تقول قصدك. نعم. حتى بس أفهم وياك أنه اللي يصير اليوم بالعراق اللي داخل السلطة ما مهتمين للعراقيين، مهتمين بالقضية الفلسطينية. لو أنت كمواطن مو مهم عندك كل الظروف وأهم شيء عندك قضية فلسطين، يعني ما أفهم بس وضح لي. أنا وضح لك على ربعنا الجعدي بوقون ذولا أي ويسوون نفسهم ويسوون نفسهم إشراف خير من ما يبوقون ويقتلون المواطنين وخير من ما يذبحون المواطنين بالساحات وبالمستشفيات. حتى المليون ما خلص منهم اي خلينا نروح نطلعون السجناء اللي منومين 300,000 روح يقاتلون. بدل قصدك ما يرفعون شعارات انه هي اللي بخصوص قضيه فلسطين اليوم اللي صايره. نعم تمام فهمت عليك. انا نعم. اشكرك سيد محمود، شكرا جزيلا. بهاي النقطه حقيقه الموضوع يعني شائك شويه. العراقيين بازماتهم، العراقيين المواطنين بأزماتهم تبقى، والعرب طبعا والمسلمين، قضية القدس وفلسطين هي القضية الأبدية للعرب والمسلمين. يمرون بوعكات، يمرون بأزمات الشعوب العربية، لكن في النهاية تبقى قضية فلسطين هي قضية الأمة. بالنسبة للمتاجرين، هنا نجي للنقطة اللي حضرتك تريد تقصدها، المتاجرين اللي هم بدل ما يصلحون أوضاع الناس العراقيين، يهتمون بحياتهم، يهتمون بمشاكلهم، جايين يتاجرون بقضية فلسطين ويحاولون يطلعون نفسهم أنهم الوطنيين. هذا اللي وصلني من حضرتك. محمد من هولندا حياك الله، تفضل. سيد محمد من هولندا، سيد محمد من هولندا موجود. السلام محمد. عليكم. وعليكم السلام، حياك الله تفضل. تحية لك أخ محمد قناتكم الشريفة. أهلا وسهلا حياك الله. بس أقدم بعد إنك تحية هنا في غزة، غزة العزة. نعم. والله يسرهم إن شاء الله على اليهود الأنجاز. نعم. في كل فلسطين المحتلة، يعني غزة جزء نعم، لكن في كل فلسطين المحتلة إن شاء الله الله ينصرهم. الله ينصرهم والله يوفقهم إن شاء الله. نعم. ما داموا على حق إن شاء الله الله ينصرهم. نعم نعم. واحنا كنا عراقيين قلب لقالب وياهم، لكن عندنا ظروف اخ محمد يعني. نعم نعم احنا عندنا احتلال ايراني يعني. صحيح الطرفين الله ينصرهم. بالنسبه لحضره التجوال يعني هو من الناحيه الصحيه اخ محمد بالنسبه يتذكرون يعني جيد، لكن نعم. في ناس يقاتلون على شغلهم اليومي اخ محمد يعني. نعم مفروض يعطوهم رواتب، يعطوهم معاش، يعوضونهم. نعم. يعني مو سوى حضره التجوال خلي الناس قاعدين بالبيوت ما تشتغل، يعني اشتاك يستشرب. نعم. فالمفروض يطلب الناس اللي يقتاتون من شغلهم اليومي رواتب يقصصونهم. فأنا أشوفه هو الحظر يعني يكون جيد. وخاصة هذا من الناحية النظرية، لكن أنت تشوف الحظر بالعراق صحيح أنه هو يطبق؟ والله هو مدى يطبق، بشوف الناس تطلع وتشتغل تجي وتروح، مدى يطبق. يعني صعب. الناس إذا ما تشتغل يعني أكو ناس إذا ما تشتغل يوميا ما تعيش. المشكلة برأيك بقضية الحظر وفرضه وين تكمن المشكلة؟ والله هي بالمواطن وبالحكومة الاثنين.
المشكله. طيب خلينا بس بالجانب، خلينا نفهم هاي النقطه. انت قلت بالمواطن وبالحكومه باختصار، بالحكومه ليش وبالمواطن ليش؟ المواطن ما يسمع اشارات الحكومه. طيب. وما يطبق الحظر. طيب. يعني ماكو وعي. الاكثريه طبعا يعني ممكن الاكثريه على اسف يعني. طيب. وبالحكومه ما توفر لهم معاشات ورواتب حتى يقعدون بيت قوت. اخ محمد. نعم. فهذا قصدي. انا اشكرك سيد محمد من هولندا، شكرا للمشاركه. نسمع راي السيد ابو ذياب من الفلوجه، تفضل يا ابو ذياب. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. استاذي تحيه لقناه الرافدين ونبارك لهم بعيد بالعيد المبارك، كل عام انتم بخير. وانت بالف خير. استاذ العزيز. نعم. انا اليوم اريد ان احكي عن اللي جاي يصير في فلسطين. ابو ذياب يعني لا اسمح لي اسمح لي. نعم ابو ذياب اسمح لي. موضوعنا نعم اليوم سادي. موضوعنا اليوم يعني نعم انا متفهم طبعا رايك وقضيتك. موضوعنا اليوم عن بس انا كل اتصالاتي يعني واجبت يعني حكيت اني ممشي. لا 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 انا بس اريد انت حطيك هسه الفرصه حتى تنطي رايك بهذا الموضوع. نعم بس اختصر لي حتى لا تبعدني عن موضوع اليوم. لا استاذ انا بس اريد اقول يعني استاذي ابد ما شايف فيك اجرام. نعم. يعني صواريخ يضربوا لك 10 صواريخ على بيت واحد. نعم. يعني امراه كانت يعني مصوريه هي وابنها الصاروخ وقع عليهم شاري البيت، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. ونتمنى منكم تدعون لهن بغزه وان شاء الله الله ينصرهم ان شاء الله. ونحكي عن سالفه الحظر. استاذ العزيز الحكومه. نعم. من تنطي كتاب تنطي حظر اكو. أي. ناس مو تلتزم تطلع، اكو ناس مو تلتزم تطلع، واحد. أي. يلبس له كمامه، واحد ما يلبس له كمامه، اذا واحد يظل اذا المشكله اذا واحد يظل بالبيت يعني وشغل ما عنده يقوم يقولون الناس ليش مو تشتغل، قوم اطلع اشتغل، قوم وكل اهلك والفقير راجع. نعم. بيها والحكومه يبوكون بفلوس الشعب هذه والميليشيات منا تقتل ومنا ايران مسيطره على العراق ومن نهايه ايش نسوي استاذ؟ بس نقول حسبي الله ونعم الوكيل ورحم. نعم. الله الشيخ حارث الظاهر. شكرا لك استاذ. شكرا يا سيد ابو ذياب من الفلوجه. يبقى السؤال مطروح مشاهدينا الكرام، انت مع ام ضد حظر التجوال بالعراق وليش؟ هل تعتقد ان الحكومه تتبع خطوات صحيحه في تطبيق معايير السلامه ومساعده الناس على تحمل هذه الظروف الصعبه التي يمر بها كل العالم لكن في العراق نخص؟ واذا كنت ضد الحظر شنو الاسباب اللي تدفعك ان تكون غير متفق مع هذه الخطوه او هذا القرار؟ طبعا احنا نقول انه اليوم العالم كله يمر بأزمة صحية بسبب هذا الفيروس والوفيات والإصابات بالعراق بشكل كبير وأعداد متزايدة، واليوم مخاوف من انتشار السلالة الهندية خاصة في ظل العراقيين اللي كانوا عالقين في الهند اللي تم جلبهم من الهند، وطبعا هناك احتمالية في ظل سوء التصرف بالعراق انه يكون احدهم ناقل ممكن لهذه السلالة، وهذه السلالة خطيرة جدا اليوم. يعني في إحدى الأيام التي مضت الهند كانت فيها 400,000 إصابة في يوم واحد، رقم مخيف. فتخيلوا معي مشاهدينا الكرام مدى خطورة هذا الفيروس الآن مع تطوره طبعا وتحوره. هل تعتقدون أن هذه الخطوات اليوم بالعراق خطوات صحيحة؟ هل على المواطن العراقي أن يبقى في المنزل ويلتزم بالحظر، أم مثل ما قال السيد محمد من هولندا وأبو ذياب من الفلوجة أنه الناس من الفقر ومن الحاجة وأصحاب الأجر اليومي والموظفين والعمال مدى يتحملون أنهم يبقون في المنازل لأنه ما يقدر يعيش أو يصمد إذا بقى في المنزل، فلا بد أن يخرج ويعمل. فشنو رأيكم بهذا الموضوع؟ طبعا خلينا نقرأ سريعا الأخبار التي وردت بهذا الخصوص. لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب انتقدت خطة الحكومة لفرض حظر التجوال للحد من تفشي وباء كورونا ووصفت هذه الخطة بالعبثية. هاي لجنة العمل والشؤون الاجتماعية تصف خطة الحكومة بالعبثية. نائب رئيس اللجنة حسين عرب أوضح أنه باستبعاد الاستثناءات من الحظر والتي تشمل كثير من الفئات فإن الحظر لن يطبق عمليا إلا على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم. أشار النائب إلى أن تطبيق الحظر يستلزم وجود خطة لتعويض المتضررين من الحظر، غير أن هذه الخطة ليست موجودة، وقيادة العمليات المشتركة
تكتفي بنصب الحواجز وإغلاق الطرقات وكأن البلاد في حالة حرب. وسمعت آراء الناس أنه رغم أنه أكو حظر شامل مفروض بالعراق، لكن بعدنا نشوف ناس، بعدنا نشوف مطاعم، بعدنا نشوف حدائق متنزهات، بعدنا نشوف أماكن عامة أسواق يتجول بها المواطن، وما كأنه أكو حظر شامل ولا كأنه أكو إجراءات احترازية. إذن هناك انتقاد بأن السلطة تعبث، حظر شامل مفروض، أصحاب الاستثناءات كثر ويتجولون، الحظر مفروض اليوم فقط على الفقير، هكذا ترى لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب. وزارة الصحة دعت إلى ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم وصول السلالة الهندية من كورونا إلى العراق. لما بدأ فيروس كورونا، هل شفتوا أنه العراق كان يطبق الإجراءات الاحترازية بشكل صحيح في البدايات؟ لما كنا ننتقد وتحدث المواطن العراقي على أنه خاصة من محافظة واسط وغيرها، يا جماعة سدوا الحدود مع إيران، إيران بلد موبوء، أغلقوا الحدود مع إيران وامنعوا عنا هذا الفيروس وحاولوا تسيطرون على الموجود، ولكن ما حد استمع. هل تعتقدون أن هذه الدعوات من وزارة الصحة أو من أي جهة تكون داخل العراق ستلتزم الحكومة بها وسيكون هناك تشديد للإجراءات الوقائية لوقاية العراقيين من خطر هذا الفيروس؟ عندنا اتصال. السيد صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإجراءات اللي اتخذتها الحكومة يعني إجراءات بائسة. المفروض هي أول ما تفكر بحياة المواطن، الناس اللي بسطاء، الناس اللي عايشين على يعني أجرهم اليومي، الناس الكادحين، هذول إيش راح يأكلون ويشربون؟ يعني إحنا جائحة الكورونا دمرت الكرة الأرضية بالكامل، وشفنا الدول المتطورة والدول اللي عندها إمكانية سواء بالخليج أو بأوروبا شلون تعاملت ويا الناس اللي راح يقعدون بالبيوت مجبرين، حتى في سبيل يطبقون القانون والخلية الأزمة اللي موجودة شت تقرر قرارات المجتمع يطبقها. الحكومة العراقية شوفرت المواطن البسيط في سبيل يطبق كل الإجراءات اللي رايديها الاحترازية، كل شيء ما وفرت له، لا وفرت مواد غذائية ولا ساعدت مبلغ مالي يعينه على هذه فترة الحجر وفترة إن ماكو عمل، ماكو عمل. وتجيها النوب المظاهرات اللي موجودة التشرينين في جنوب العراق، هاي هم لها تأثير، تأثير على العمل وتأثير على كل شيء، وتأثير حتى بانتشار وباء كورونا، وإحنا ما نريد ننكر وباء كورونا موجود. وقسم قسم من المناطق ببغداد، المناسبات وغيرها والمطاعم والكافيهات. أريد أفهم منك نقطة التشرينيين في الجنوب، شنو مشكلتهم؟ يعني قصدي يعني هم تأثيرها على المجتمع العراقي من ناحية العمل أقصد. يعني من ناحية العمل والحركة والغيرها، هاي المحافظات الجنوبية تقيدت ويا المتظاهرين. يعني طيب ما هو اليوم عندك دعوات للعصيان المدني، دعوات لتعطيل دوائر الدولة في سبيل إسقاط هذا النظام. يعني المفروض هاي الخطوات اللي تصير في جنوب العراق، وسط وجنوب العراق من ثورة تشرين، انه هي تدعم، ليش تنتقد؟ يعني شنو الاسباب اللي تدفع؟ احنا ما عندنا انتقاد على التشرينين وعلى الثوره، احنا نقول يعني على ايد العامل اللي العمل وقف في بغداد وفي الجنوب وفي الغربيه وفي كل مكان. يعني تعرف الكاتب ما يعني صعب وهي فترة كورونا وفترة الوضع الأمني يعني غير مستقر، هاي كلها تأثر على المعيشة. احنا نحكي بالمعيشة. يعني بالعكس المفروض هسه إضراب شامل يكون ضد الحكومة وضد إجراءاتها وضد الفساد الموجود. طيب أريد أسأل حضرتك سيد صباح، قعدوا الناس بالبيوت، شو وفرت الدولة؟ وماكو تظاهرات طبعا، شو وفرت الدولة للمواطن اللي قاعد بالبيت اليوم بالمحافظات اللي ما بيها تظاهرات؟ هل أكو حصة تموينية تساعد العوائل الفقيرة؟ هل أكو مخصصات مالية؟ طيب وينها هاي المخصصات؟ وين وزارة التجارة عن توفير حصة تموينية حتى قبل وباء كورونا؟ احنا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين مثل وزير الصحه، وزير التجاره، وزير التخطيط، وزير الماليه، وحتى وزير الزراعه على تاثير المفروض بهذا بهاي الجائحه. كلهم مكفم عاجزين، يعني كلهم اداء، يعني الفشل مبين بادائهم. يعني كل هاي الوزارات اللي بالاموال اللي يمتلكوها وبالقدرات اللي يمتلكوها وبالسيوله اللي موجوده عندهم الماليه وغيرها، وقفت عاجزه عن تقديم ابسط مقومات الحياه للمواطن العراقي البسيط من هاي جائحه كورونا. يعني ما عندهم اي انجاز
مشرف بهاي جائحة كورونا كحكومة للمواطن العراقي البسيط، يعني ما قدمت لنا شيء. حتى وزارة الصحة اللي وقفت يعني صارت بالضد، شفنا هذا مستشفى من الخطيب وغيرها، ووقفت عاجزة وزارة الصحة، لا بالحملات التوعية ولا بكل شيء ولا بالمساعدات ولا حتى باللقاح اللي جاي يستجدون بلد نفطي يستجدي اللقاح إن يجيبه من الصين أو من غير دولة. يعني ما قدمت فتشي الحكومة، هذول جايين يدمرون المجتمع العراقي ودمروه بالكامل. حاليا احنا من الدول الفقيرة ونمتلك يمكن ثالث أو رابع احتياط العالم بالنفط. طيب أسأل حضرتك باختصار، اللي عندنا اتصالات سيد صباح، سؤال باختصار. نعم. سؤال البرنامج اليوم، أنت مع أم ضد حظر التجوال بالعراق؟ أنا والله حقيقة مع حظر التجوال. ليش؟ لأن هذا انتشار مخيف. الحكومة ما راح تقدم لنا فتشي يعني من على جائحة كورونا، من مساعدات من غيرها. فالناس اللي تقعد بالبيوتها وتلتزم بالكمامة وغيرها وبالوقاية، أحسن ما يصير انتشار ونصير وضعنا مثل وضع الهند. الهند اللي هي دولة من الدول العظمى، وشفنا احنا جائحة كورونا شدوت بالهند. فالعراق ما عندنا مقاومات، ولا عندنا حتى حكومة تعبرنا هاي مرحلة كورونا. يعني فالأجدر بينا نلتزم كل المواطنين هذول عزيزين على أهلهم وعزيزين على أرواحهم، يعني مو يعني هي شباء منثورة، لازم نحافظ على أرواحنا. شلون تحافظ عليها؟ هسه تركيا أعطت 20 يوم، شنو صار بتركيا؟ بالعكس نزلت نسبة الانتشار الوباء هذا الخطير. طبعا مع اختلاف كبير بين المقارنتين، أو بالمقارنة هاي، لأنه يعني على قولة الجاب. عموما انا اشكرك سيد صباح من بغداد. صالح من السليمانيه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بدي مناشده والله عن طريق قناتكم الكريمه. حياك الله، اهلا وسهلا. احتجت انا سجناء اكثر سلام السليمانيه. شلون عفوا؟ سجناء احنا. سجناء وين؟ سجن السليمانيه. بسجن السليمانيه، نعم. الناس هديتنا للإصطلاع لألم الأقليم كردستان، إفراع شرطي ما جاي يسوهن. نعم. ويعني كله حصل لك 15 شريتين، شرطة ما توقف على من إفراع شرطي البكي، يعني يسمعون صوتنا، ما حد يسمع صوتنا أبداً. نعم. ما أدري يعني شو نسوي. أتنا من الليلتين محكومين هنا وقفين على من إفراع شرطي، يعني... تطالب بالعفو العام حضرتك؟ والله احنا سمريد عفوا مريد افراد شرطي، بس يعني من الالتين ان الفين شهر التاسع محكومين 2005-2004 ومخلصين محكومين، يعني بس باقي يحملوا افراد شرطي، وكل واحد حامل افراد شرطي ما تندين. ها يعني هم مخلصين محكومياتهم، خلصين محكوميات بس على مود افراد شرطي باقي الافراج. نعم. نقرب لهم 2-1 بقينا على مود افراد شرطي، حتى صار سنتين ونص مخلص محكومين رسميا بس على مود افراد شرطي باقي. بس لحظة، حضرتك ده تتكلم عن نفسك؟ نعم. أيضاً؟ نفسي وعن الموجودين له. يعني أنت حالياً في معتقل؟ نعم. طيب يعني ما راح أسألك شلون قدرت تحكي يعني، بس يعني مسموح لكم عادي أن أنت نعم مسموح لك أن أنت لو أنت حالياً ده تجازف يعني من ده تتكلم وياي؟ لا عادي، مسموح لنا. مسموح لكم تتصلون؟ نعم ما يعني أقدر أسأل أنت في أي مكان بالضبط لو صعب عليك الجواب؟ لا اعتياد. شلون عفوا؟ اعتيادي بس أحمل الثمانية. مدى أسمع صوتك ده يتقطع. دائرة المحكوميات بالسليمانية. دائرة المحكوميات بالسليمانية؟ الكبار. ما أتمنى إنه ده أسمع بشكل واضح، أو اللي ده يسمع بشكل واضح. أقول لك دائرة إصلاح الكبار يعني. طيب سجن المحكومين مال الثمانيه. انت صار لك نعم انت صار لك كم سنه اليوم من خلصت محكوميتك؟ من 2018 خلصت محكوميتي. من 2018 يعني صار لك 3 سنين تقريبا. نعم. سنتين ونص. احنا شغلتنا بس مجلس الاطباء لا يعني من يوجه كتاب يقول تو افراد شرطي وما يمشي، بس ما ادري. نعم. يعني المحاكم ما تمشي، مجلس الاطباء لا. هاي الحالات اللي موجودة اليوم وياك بالسجن، كم حالة تقدر تعطيني تقريبا رقم؟ تقريبا 70-80 واحد. 70-80 واحد. التهم نعم جنائية يعني التهم يعني جنائية، لو التهم شنو كانت طبيعة التهم؟ والله اكو حسب يعني هن كم مادة مشونا
يعني كقانونيا موجود، هم يعرفون قانونيا انتم عندكم. صالح انت نازح وتم القاء القبض عليك، لو عندك مشكله والقوا القبض عليك، لو شنو المشكله؟ انا كنت موقوف بغداد بال 2005. مطلوب شنو تهمتك؟ ما مطلوب بس محكمه خانقين، كانت تابعه لمحكمه السليمانيه. نعم. تهمتي 8 فرع الاوان. حسب المادة 8 مقرر من قبل الإسلام. نعم نعم. يعني محكوم أغايتنا محكومين في المادة من 2000 سنة 2000. ما عرفت شنو السبب اللي خلاهم لغاية اليوم مانعين عنكم الإفراج؟ إفراج شرطة وقفوا 9/2/2017. فاهم، ما شنو السبب اللي يعني ما عندك محامي سألته أو أهلك مثلاً؟ انه سائلين شنو السبب اللي يمنعكم او يمنعهم انه يفرجون عنكم؟ ما نعرف شنو السبب، يعني يجيهم كتاب رسمي هسه عندنا نسخه من الكتاب يعني فايبر ما فايبر بزك بس ما عندنا نسخه من الكتاب يقول سووا حسب القانون ما ادري 232 و333 مشمولين بالافراج الشرطي ما ادري يمشون معتقد اكو افراج اكو كتاب بالافراج رسمي ومدى يطلعوكم؟ ما 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 ما, ما جاي يمشون به. نعم ما يطلعوكم ابد، ما حد طلع منكم نفس الحالات كلكم ما حد طلع؟ من 2013 لحد الان وقفوا وما جاي يطلعون. نعم. سيد صالح من السليماني اي تفضل تفضل. نعم من 2013 لحد الان وقفنا في عالم يعني قلت لك عندنا 2 الى 2000 يعني ويقول حتى البرنامج يقول انتم ارهابي وانتم داعش يعني بال 2000 مليون يا ارهاب داعش. سيد صالح نعم. تقدر تتواصل ويا اهلك ويا محامي ويا كذا، عندك قدره على التواصل؟ والله ويا اللي عادي بس المحامي في فلوس احنا تدري يعني صار لك المحامي المشكله بالفلوس. الفلوس المشكله يعني من 15 و16 سنه تبقى عليك امين. نعم. يعني مسموح بالزيارات ومسموح باللقاءات بينك وبين اهلك؟ ما عندي مشكله هاي. نعم. سيد صالح من السليمانيه انا اتمنى صوتك يوصل. يعني سيد صالح من السليمانية مثل ما سمعتوا معتقل في سجن بالسليمانية، مثل ما شفتوا الصوت بمشكلة، لكن اللي قدرنا نفهمه أنه هو معتقل وتم محكوميته من 2018 صار لسنتين ونص ومدى يفرج عنه. شنو الأسباب اللي تمنع أكثر من 70 إلى 80 واحد موجودين في هذا السجن أتموا مددهم أو محكومياتهم ومدى يفرج عنهم لغاية هذه اللحظة رغم وجود كتاب رسمي بالإفراج عنهم؟ شنو الأسباب؟ يعني هذه رسالة للجهات المعنية بالنظر بهذه القضية. من عندنا؟ طيب طبعا أنتوا تعرفون مشاهدين الكرام بالعراق كل مسؤول يذب المسؤولية، يرمي بالمسؤولية على المسؤول الآخر أو على الحزب الآخر للتنصل من المسؤوليات الواقعة عليهم كلهم ضمن العملية السياسية. النائب منصور البعيجي وصف القرارات الحكومية الخاصة بحظر التجوال الشامل بالتعسفية، مشيرا إلى أنها تحارب شريحة كبيرة من المواطنين. قال النائب منصور البعيجي أن قرار الحظر الشامل هو قطع لأرزاق الفقراء ولا فائدة منه لمحاربة جائحة كورونا في العراق، بل على العكس من ذلك فإن قرار الحظر سيزيد انتشار الوباء بالمناطق بسبب حالة الإحباط التي أصيب بها العراقيون بسبب الحظر. هذا رأي مواطن رأي عفوا مسؤول نائب برلماني على هذه القرارات الحكومية. عندنا اتصال. سيد أبو عمر من الفلوجة تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون أستاذ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو عمر. والله استاذ هاي الحظر ياثر علينا احنا مال شو اسمه اجور يومي هم اجرين بيوت من وين نروح؟ بطاقه تموينيه ماكو، طحين ما ينطون وما ينشا لك الله مالك كل الناس كلهن شو اسمه حطوا اي بطاقه تموينيه ماكو هن تلزم شو اسمه كل فتره الله ينطون كل 3-4 أشهر ينطون شوي. نعم. زين وانا ما تروحت على ليش لا شو لا هذا نعم هذا اسمه
احنا بيوتنا واقعه في زحمه من 2014 مو صحيح؟ صحيح. ولحد الان تعويضات المنطقه تعويض ماكو. طيب انت اليوم اذا انفرض عليك حظر التجوال تقدر تتعايش ويا الوضع الموجود؟ لا والله ما اقدر، بس انا مو البيت ليش الا خبرا الله احتكرت لي مال 200 الف مال الايجار. يعني اذا ما تنزل تشتغل باليوم ما تقدر تعيش؟ ما اقدر. لا والله منين تقدر تعيش؟ ايش حصل؟ نعم ان شاء الله وما الله الوضع مال وضع العراق. اذا انت ضد الحظر يا سيد ابو عمر؟ اي والله ضد الحظر. ضد الحظر جزئي وشامل. لا الحظر على عيني وراسي، لو اكو مثل ينطونك مواطن وتقعد غير بيتك قصدك؟ اي يعني انت هسه مواطن، انت هسه مواطن اذا اذا لا استاذ محمد انا اقعد بالبيت ثاني. اي من ينطيني اكيد. صحيح صحيح. عندي عائله وهذه زين. ما لا ما عندك ما تقدر، بس السوق غالي. نعم. يا سوق العراق غالي حاليا. وانت عايش ايجار مو؟ اي والله. طيب. ما ادري 200 الف. يعني الدوله اذا ما تنطيك 200 الف واكل يكفيك انت وعائلتك بالشهر ما راح تقدر تتحمل حظر تجوال ابد. لا ما اقدر. لا والله طبيعي. طيب انا اشكرك يا ابو عمر وشكرا جزيلا للمشاركه. مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام نبقى نسمع الاراء ب مع أم ضد، أنت مع أم ضد حظر التجوال بالعراق اليوم في ظل الإجراءات المتبعة حكوميا، في ظل تعامل السلطة مع تفشي هذا الوباء، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وارتفاع نسب الفقر بالعراق اليوم. هنتكلم طبعا عن الرقم وهو من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تحديدا وزير العمل عادل الركابي يؤكد أن نسبة الفقر ومعدلات الفقر في العراق تجاوزت 42%. 42% يعني نقول نص الشعب العراقي اليوم بحسب أرقام الحكومة هو تحت خط الفقر، وتحت خط الفقر معناها أنه هو ما لاقي يأكل ولا يشرب بالعراق، مثل حالات كثيرة اليوم نشوفها تبحث في النفايات أجلكم الله عن طعام. فالوضع بالعراق اليوم بهذه هي الحالة. هل الإجراءات اليوم الحكومية المتبعة صحيحة في ظل هاي الأرقام الموجودة؟ أبو صهيب من أربيل تفضل حياك الله. أبو صهيب نصي صوت التلفزيون يا أبو صهيب. أبو صهيب نصي صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العفو الموضوع اليوم خاص على الحظر، لو عندكم موضوع اخر لو عام. سيد ابو صهيب اليوم عندي سؤال بالحلقه، هل انت مع ام ضد حظر التجوال بالعراق وليش؟ والله يا اخي مو هنا الاجابه على هالسؤال عده فروع له. تفضل. بالنسبه بالنسبه للموظف ما يهمه. طيب الموظف عنده راتب هذا يجي شهريا يقدر يرتب وضعه على 30 يوم. نعم. بس اللي ما عنده عمل يعني مثلنا هسه احنا، انا هسه عمري 60 سنه. نعم. بس ابني يعني يشتغل عماله. نعم. زين ها شلون راح واحنا ايجار. طيب. تقدر تتحمل؟ يعني لا طبعا هو يوم عشتنا يوم بيومه، يوم نشتغل ناكل، ما نشتغل ما ناكل. انت ضد الحظر بشكل عام لو مع الحظر الجزئي، لو شنو رايك بالحظر بشكل عام؟ بشكل عام ضده بشكل عام. نعم. لان احنا حتى الجمعه اذا اكو عمل نطلع للعمل. تعتقد انه يعني الحكومه بدها تتبع، انت اليوم باربيل مو يا ابو صهيب؟ نعم نعم. خلي اتكلم لك عن العراق بشكل عام خاصه حكومه المركز. تعتقد انه اليوم نعم. الحكومه في بغداد دا تتبع أساليب صحيحة بالتعامل مع تفشي وباء كورونا، لو دا تشوف الوضع اليوم حتى برغم وجود الحظر ما يفيد بشيء؟ هو يا أخي هو شنو الصحيح سوت الحكومة حتى ها نقول عليه صحيح أو خطأ؟ نعم. يعني أي إجراء نشوفه دا تسويه نشوفه إنه ضد المواطن. نعم. يعني شوفت مثل هذا رفع الدولار. يعني طيب. من نخلي في المشروع غير شنو سلبياته؟ يعني صعد الدولار، صار المواد الغذائيه كلها ارتفعت. نعم.
كنا ناخذ بطل الزيت ب 1000 وربع حسب 3 الا ربع. نعم. يعني اعرفها اكو منو هذا؟ يا خبير يا وزير انطى هاي الفكره هاي، يعني ماكو خبراء بالعراق من يعرفون سعر الدولار صعد، المواد الغذائيه كلها حتتباعها بصعود؟ اول كلمه قالها وزير الماليه علي علاوي انه ما راح يتاثر. نعم. المواطن الفقير المواطن الفقير لن يتاثر برفع قيمه الدولار امام الدينار. شنو ردك للوزير؟ رساله وجه له من خلال اتصالك الان، ردك للوزير على الكلام اللي قاله اول ما طبق القرار؟ والله يا اخي انا اقول هذا جريمه يصير وزير. نعم. انا اقول هذا نعم انا اقول هذا جريمه يصير وزير، هذا ما عنده اي خبره بالوزاره. أنا أشكرك أبو صهيب من أربيل، شكرا جزيلا لك للمشاركة. نسمع رأي سيد صلاح من أبو غريب، تفضل يا صلاح. حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا، حياك. أهلا بك. عن موضوع الحظر. أي، تفضل. إحنا طبعا موضوع الحظر لأن من هذا الوباء. طيب. بس أي. أنت مع الحظر؟ بس غير المفروض. نعم مع الحظر، بس القود يوفرون يعني رواتب لأن في القاعدة لاحظة الشغل عمل. طيب الناس اليوم أنت مع الحظر هسه اللي حضرتك تفضلت بكلام جميل من الناحية النظرية أنه أنت مع الحظر. نعم. في حال لو وفرت الدولة كل الشروط اللي هي توفر الـ 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 الأكل وتوفر التعويضات المالية للناس المتضررة، لكن اليوم بالعراق أكو هيك شيء موجود؟ والله طبعا لا ماكو توفير يعني. بهاي الحالة الناس شلون تتعامل ويا هاي الإجراءات؟ والله اللي حالته تعبانة غصبا عليه يطلع يعني. نعم. يعني ما يقدر يقعد، إذا يقعد يموت من اليوم. تعتقد الحظر الجزئي اللي هو الحكومة مسويته من 9 بالليل للصبح حيحد من انتشار الفيروس؟ حيساعد العراق بشيء؟ لا لا. الحين الفرق من النهار يقدرون طبعا عنه وبالليل. ما يصير شيء. يعني الفيروس ما ينتشر الصبح؟ لا ما ينتشر. اي انا اشكرك يا سيد صلاح من ابو غريب. سيد صلاح من ابو غريب مع الحظر، لكن هو ايضا يطرح الفكره التي نطرحها جميعا، يجب في المقابل ان تكون هناك اجراءات حكوميه متبعه للتخفيف عن كاهل المواطن العراقي الفقير المحتاج اللي يعاني في هذه الظروف. أبو حنين من دهوك لو من ديالة؟ دهوك؟ نعم. تفضل يا أبو حنين، حياك الله. حياك الله. أهلا وسهلا، تفضل. أبو حنين. نعم. تفضل يا أبو حنين. سيد أبو حنين. ألو. أسمعك تفضل. نعم. أسمعك تفضل. أيه. ايه والله اني ضد هذا الحظر الاكوان اللي حاضر الاكوان. ليش ضده؟ والله ضده لان مو يعني ما حد يستفيد بل الموظفين منو يستفيد من هذا الحطيج في الوقت. يعني تج العراق فقراء. نعم. ايه وهذول الفقراء يرادوا لهم شغل وهسه الدولار صعد والمواد الغذائيه كله صار غالي، يعني للعالم شلون يعيشون الفقراء؟ نعم. شلون يعيشون؟ نعم. ايه انت ترفض الحظر في كل العراق حتى في شمال المحافظات الشماليه بدهوك واربيل والسليمانيه؟ نعم. نعم. اني الحظر التجوال. ايه تفضل. تفضل. الحظر التجوال حتى كان هنا يعني هنا ليش هاي هنا هم الاقليم كل اكتتهم فقراء، حتى الموظفين يعني ما يستلمون الرواتب، حتى اذا يستلمون يعني يقطعون منهم. نعم. يعني حتى الموظفين يروحون على العمال يشتغلون عمال. نعم. سيد ابو حنين من دهوك انا اشكرك للمشاركه وشكرا لرايك بهذا الموضوع. عندنا حسين من البصرة، تفضل يا حسين.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ يعني سالفة الحرب الله ما أعرف شنو، اليوم ضبطت أنا الكربلة عندي سيارة جاي أشتغل على محافظة كربلاء. نعم. بطل كربلاء. نعم. لدينا القطوع الصائرة تبان المرور تصفى وصلك والتماشي اللي يزق قدام وصول والتماشي يلون، يعني أنا أروح 90 80 50 بالله وبيكم تقول لنا سالفة الحرب شنو ما نعرف والله. ايش قد غرموك؟ غرموك؟ 50 لا على الجامع، طيبني وصول 50,000 على الجامع. 50,000 لان انا اروح ل 90,000 يا استاذ ما تعرف لو اروح 2,000 خطوره وراي بيت اجار وعندي عيال مريضه، يعني بالله وبيك الحرب. انت ضد الحرب؟ ما نعرف والله. ما نعرف والله دخنا يعني كارون ما تجيني بس بالليل. اي صحيح هذا السؤال نطرحه يعني. يعني هاي كلها خطط سياسيه مرتبين الوضع اللي قدام زين كلها جماعه اللي قدام. نعم. يعني ليش واحد كل شيء يطلع من طاره يا استاذ العزيز؟ ليش واحد كل شيء يطلع من طاره من ضيمه من دعب؟ سيد حسين من البصره انا اشكرك، الوقت حقيقه شارف على الانتهاء. وصلنا يعني حنقرأ رسائل سريعا، بس وصلنا ويا المتصلين إلى إجماع بالرأي أن هم ضد الحظر وضد فرضه عام وجزئي، لأنه لا توجد أصلا مساعدات حكومية، لا توجد بدائل توفرها السلطة، وحقيقة يضحكون على الناس. يعني الفيروس ما راح ينتشر بالنهار من تسوي لي حظر جزئي، فالناس معترضة. خلينا نقرأ الرسائل سريعا. رسالة من أحد المشاركين يقول إيران تحارب أمريكا وإسرائيل، إيران تحارب أمريكا وإسرائيل بشيعتها وتتفاوض ويا أمريكا وإسرائيل بشيعتها وتتحالف ويا أمريكا وإسرائيل ضد الشيعة العرب، هذا كله فيلم. رسالة عندنا من فاتن من ألمانيا تقول السلام عليكم قناة الرافدين، عيد الفطر مبارك على كل كادر القناة، عايد أستاذ محمد أستاذ عمر وأستاذ أفل، شكرا جزيلا يا سيدة فاتن، كل عام وأنتم بألف خير. عندنا رسالة من أبو حاتم بعد التحية والسلام، رسالتك شوية طويلة يا أبو حاتم، أعتذر عن قراءتها بشكل كامل، بس يقول باختصار يبقى العراق يبقى في هذه الدوامة حتى كل عراقي من صلب عراقي راضع حليب عراقي طاهر ينهض وينتفض ويأخذ دوره ضد الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق والصهيوني لفلسطين، لأن العراق وفلسطين قضية واحدة، وإذا انتفض الشعب العراقي يمكن يحرك الشعوب العربية للنهوض والانتفاض والخلاص من كل احتلال. شكرا يا أبو حاتم. رسالة عندنا من حسام يقول عيدكم مبارك، بس أذكر العراقيين قبل الاحتلال كل الحكومات في أي وقت صعب أو أزمات كانت تقدم مساعدات للمواطنين، مساعدات مادية أو غذائية أثناء الأزمات أو تعويضات بعد انتهاء الأزمات، إلا حكومات العملاء منذ 2003 لا معونات لا مساعدات، والسبب بسيط، هذه الحكومات بس تفيد أمريكا وإيران. وأقول للعراقيين لا تسكتون على اللي يريد يقتلكم بالجوع. عندنا رسالة أيضا بنت البصرة ترسل تحيات وصور ومعايدة. شكرا جزيلا لكل المشاهدين الكرام المشاركين معنا باتصالات أو رسائل، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.